انا متابع انا متابعي ومتابعة قناة شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر هنا من مدينة اسفي. جمعة مباركة، ونتمنى انها تدخل عليكم ان شاء الله بالصحة والسلامة وطول العمر. وما زلنا في ملف الذي اثار الرعب بقلوب جميع المغاربة وجميع المواطنين، والحملة ايضا التضامنية اللي عرفها هذا الملف، والتعاطف الكبير اللي تلقاه الضحية زهير اللي توفى اللي لقى الحتف ديالو يوم الثلاثاء بسوق عزيب الدرعي بمدينة آسفي. إذا الملف بانوا فيه مجموعة ديال الخيوط، كانت فيه مجموعة ديال التصريحات، بانوا فيه مجموعة ديال الأطراف، كل واحد صرح، طلع عندك كل واحد صرح بحاجة، وكانوا مجموعة ديال التصريحات متضاربة فيما بينهم. اليوم معنا نورا واحد الشابة اللي كانت خرجت من بين الناس الاولين اللي هضروا في الوفاة ديال زهير، عبرت على الموقف ديالها واعطات في بعض المراحل عطات شهادات كانت حصرية حول ما وقع وحول ما يقع في هذه الجريمة البشعة اللي راح ضحيتها زهير. اذا نورا من ثلاث اليوم الجمعة تلقات مجموعة ديال التهديدات، تخلعات من طرف ديال الناس، قالوا لي علاش هضرتي، علاش اعترفتي بالحقيقه، علاش قلتي اشنو واقع. نورا في نهايه المطاف ما قالت غير هذاك الشيء اللي كاين. نورا اليوم غتعاود توجه رساله للمغاربه وتعاود تفسر لنا اشنو وقع وشنو واقع، حيت في نهايه المطاف ما يمكنش لنا نحاسبوا واحد قال كلمه الحق. كلمه الحق كلمه الحق كتبقى كلمه حق، وخا صافي انا تقال كلمه الحق. نورا السلام عليكم. وعليكم السلام. سمح لينا اختي برصناك اليوم. اهلا يا خويا. وحدك طلع عندك شويه الميكرو اختي نورا. بسك. نورا نهار وقعت الحادثه فين كنتي انت؟ فين كنتي هذاك النهار؟ انا كنت جالسه في الدار. اها. كنت فاجئ، كنت جا عندنا واحد البنت صاحبتنا كتجري كتقول لنا عبوده كيقتل فيه فلان حدا السوق، كيضرب فيه بالجنويه راه غيموت عبوده، راه طايح في غاد الهوده. لان هودو لقينا لامبيلونس جات داتو ديك الساعات من وراء انا الحادث بشي نص ساعه لي هوت. هوتي من هبط لقيتهم كيحرقوا في المخده، كان ناعس عليها الدم دايز ليه فيها وحرقوا داك الدم ديالو. المشي اللي غنمشي للسبيطار كنتفاجئ بالدراري كيورونا الفيديو اللي كانوا حاضرين، كيورونا الفيديوهات كيفاش تجبدت ليه مصارنو، كيفاش تضرب داك الدري، كيفاش تكرفص. بقى فينا اي واحد كو كان المجرم هو اللي وقع لي هذا الشيء، ما غيبقاش فينا زوير، غيبقى فينا هو. انا هذا الشيء اللي بغيت نصرح، وانا ما عيرتش للمخزن لا والو، وديريني انا عيرت المخزن، انا ماشي حاشوش عيرت المخزن، انا تنقول ملي تنحتاجوا المخزن في اللحظه اللي تنبغوا فيها ما تيحضرش. يعني خاص كان نداء هذا السي الحموشي منين عيطوا 19 يجاوبونا. يعني راه كيكونوا شي حوايج بعض المرات كيكون بنادم جاي هاجم عليك يقدر يقتلك في ديك. صوروا ما عيطوا حتى واحد فيهم، ما عيط ما عيط حتى واحد. البوليس كيتصوروا سيرين كيصوروا في جثه بحال هكا قدامهم. المهم هذا راه بعدا عنده القلب هذا اللي كيصور في ذاك المنظر بحال هكا. نورا هضرتي انت بنت الحومه، كتعرفي محسن؟ انا كبرت في الحومه، انا ماشي بنت الحومه، انا بنت. نعتذر متابعينا ومتابعتنا الكرام على انقطاع ديال الخط صبيب الانترنت بسبب ضعف ديالو. نورا انت بنت الحومه، كبره هنايا؟ كبرت في الحومه. كبرتي في عزيب الدرعي، كتعرفي زهير؟ الله زهير بقى صغير، انا عندي 28 عام كبر من زهير، كنعرفو صغار مني داك الدراري. اش كتعرفي على زهير؟ كنعرف عليه دريري انيق، دريري زويان كيتريني، عمرنا ما شفنا فيه شي حاجه خايبه. انا مؤخرا ضربت على وجهي، هو اللي مسكين عيط لي على لامبيلونس، طحت حدا دارهم، ضربتني واحد الشمكاره في الدار على وجهي وطحت حدا دارهم، وداني هو مسكين هو اللي عيط لي على لامبيلونس، جات هزتني من حدا دارهم الله يرحمه في هذا النهار. زهير كان بينو بينك زهير كان كيكمي كان كيشرب شهادة الحق؟ لا ما كانش كيكمي داك الدري، ما مبليش هذاك الدري، كلشي كيشهد بهذا الشيء، باش نشهد لك انا بهذا الشيء، كلشي الدراري ولاد الدرب وكلشي العيالات كبار شي دق بدار وتسولوا بان هاد الناس كاملين كيشكروا زهير ما مبلي ما والو. داك الدري غالونطريمون والقص وصافي، يعني كما كيقول هو كيقول مسكين الله يرحمه كيقول غالونطريمون والقص. محسن كار ما والو. محسن اش كنتي كتعرفي عليه؟ محسن تا هو كنعرفو، يعني انا ماشي كنعرف عليه شي حاجه خايبه، الواقع نقولو كنعرفو كيبيع الحوت في السوق. فهمتي؟ ها هو حنا باش وصفناه به مجرم وشمكار وهذا وحباس وهذا، ما وصفناه حنا بداك الشيء تا
تمني شنو الدرين بحال هكاك، شنو داك الفيديو وشنو داك المنظر، داكشي علاش وصفناه بحال هكاك. يعني راكو كان زهير هو اللي دار محسن هذا المشكل، راه حنا زهير غنلومو وغنجو من جهه محسن وغنعايرو زهير، فهمتي؟ يعني حنا جينا من طريق من الحق. وانا دابا النداء اللي كنوصل خوتي المغاربه وخواتاتي، انا دابا وليت كنتعرض للتهديد. انا غنمشي معك دابا تسناني. انا من طرف دراري ولاد القريه، انا ماشي ولاد القريه بصفه عامه، الدراري ولاد القريه اللي كنعرف راه الله يعمرها دار ما كاينش اللي يدوي معايا، ولكن كاينين شي نماذج وليت كنتعرض منهم للتهديد، يقدروا يلقاو ليا. حيت هضرتي انت فهادشي. حيت هضرت انا في الحق، جيت على زهير، انا ماشي جيت على زهير، حيت زهير كنقول بنت بر اولاد، انا زهير لقيناه في ذاك المنظر. يعني ملي شفنا دوك الفيديوهات انا ما شفتش مباشره، كنت مباشره وحماقتك شتي الحاله اللي كنت كنهضر بها كبيره. انا شفت الفيديوهات. واخا نورا نورا، شنو كان المشكل اللي هضرتي عليه انت وغينوض لك واحد النسبه ديال الصداع؟ قلتي انت راه محسن كانت مصاحبه مع محسن، وهذا الشيء ماشي صرحت به انا، انا ملي صرحت بهذا الشيء النهار الاخر خوته هو في مواقع التواصل، خو محسن في مواقع التواصل تيقول لهم بانها كانت كتجي عند خويا هنا طل الدار نويله وكيجري عليها، بانها زعما كانت كتمشي للقريه عند محسن وكيجري عليها. يعني راه صرح بها بان امه ثاني البارح في واحد الفيديو تتقول بانها كانوا ديكلاراو بي على حساب بنتهم. دابا الحومه كامله هنايا في هذيك الدرجه. عارفين المشكل علاش؟ دابا زهير ومحسن شنو المشكل ديالهم؟ المشكل هو زهير كان جالس ما بيهم عليه ما ماشي هاد الاخر. دابا انا نقول لك ثاني الاول شنو واقع، انا ثاني علاش وقع هاد المشكل هاد الاخر، هاد الاخر منها كطيح الروح. علاش وقع نطي محسن اللي حتي تصويره ديال نهيله كتبتي على شي حاجه في فيسبوك زعما راه اختك راه معايا وهذا، يعني حتى واحد ما غيتقبلها صويره غير بي بصوتيه ما تكحلين حاجه، فهمتي؟ يعني ملابس داخليه، فهمتي؟ مني شاف الدري بحال هكا اختو راه ما رضاش، ما تقبلش الواقع، يعني ما تقبلش اختو تبان بدوك الملابس. واش محسن هز هذيك التصويره ولا هو اللي مصورها ولا شنو؟ واش غير هز شي تصويره شي صور؟ هو اللي مصورها الحيت هي كانت معاه، وكاينين اوديوات كيقولوا اختو كتقول البارح بان كاينين اوديوات بانها كتهضر هي ويا هاد نهيله اللي بطل كور البارح كتقول نهيله البارح خرجات وقالت راه ما عندها حتى شي علاقه وفيت منها تحرش بها. قالت لك محفيت منها تحرش بيه فقط. كذوب هادشي كامل كيعرفوا عزيز الدري عام ونص ويا معاه، عام ونص يا ربي قبل راه 5 سنين ويا معاه، ولكن باش تغتصبت لدابا عام ونص باش مغتصبه. من دارت به الشكايه في شهر 10، حيت كاينه واحد الشكايه دارت به في شهر 10 ديال الاغتصاب، هي اللي ذكرات البارح الاخت ديال محسن في التصريح. يعني وراه هذا الشيء اللي كنقول راه واقع، انا ما جيتش وقلت نهيله راه مع فلان وحنا كذبنا عليها وطعنا في شرفها، كي كتقول هي بتابعني قضائيا انا تابعتها طعنتها في شرفها، ماشي انا اللي دويت، راه العالم كامل دوا واسفي كامل دوا. اذا كلشي هنا ولاد السيكتور كلشي عارف اشنو كاين، كلشي عارف شنو كاين. واخا رجعي معايا شويه قبل المدابزات، واش كان زهير ومحسن كيدابزوا على نفس المشكل؟ انا اخت زهير لا انا خويا ما نكذبش عليك ما عمرني ما حضرت لهذا الشيء، ولكن سامعه بان كاينه شي عداوه، هذا الشيء قبل كنت سامعه بان كاينه شي عداوه مع على بعضياتهم على حساب اخته فقط. صافي على حساب اخته زهير ضربته النفس، اي شاب مغربي في النفس راه غيضربوا النفس على اخته، اما خطا لا كان هاد الدري ما فيهش النفس اللي ما غاديش يضربوا النفس على اخته. البارح خرجت توريا هذيك السيده لقينا في الوقفه، هذيك السيده تعصبت ملي شافت اختو تتحلف عليا. واخا انت قلتي لنا قبيله بانك ما كنتيش كتهضري انت مخاصمة انت وتوريا. ما كنتش كنهضر مع هذيك السيده توريا، ولكن ملي شافتك شنو وقع لك الشيء اللي وقع لي بقى في الحال وناضت الدوات، ما كانتش بتبان كاع هيايا، ولكن ملي شافت هذاك شافت الحقره شافت بانها جايه ليا وهذا، وعارفه توريا بان هذاك الشيء واقع، اسفي كامل عارفه بانها مصاحبه مع محسن ود العوينه، معروفه خوت عبوده مصاحبه مع محسن ود العوينه. انت هذه المساله هي اللي ذكرتي، شنو دارت لك نهيله فاش درتي معاها؟ نهيله البارح بدات حاشاك نصرح بها انا قدام خوتي المغاربه، ما تخسرش الهضره، ولات كتقول لي اعوذ بالله استغفرت الله العظيم عليها كلمه، كتقول لي من ربك تقولي ومن ربك تقولي فيا. هي فاش تعصبت توريا وناضت خرجت الدوات وقالت لكم انا بسميتي وكنيتي مسكينه، حتى حتى هي بقى فاغه الحقره. البارح شنا توريا فاش خرجت قالت وجهات ديك الساعه نداء، وجهات نداء ولا بواحد الطريقه اللهجه ديالها شويه قويه النويله، وقالت لها الا كنتي قادره انك
وصلي تهضري. انا ماشي تنحمل المسؤوليه انه هي لازم على خوها ولا هذا، هو راه مكتاب لي يموت فهمتي. هي ان هي ما تكذبش تقول لي طلعتها عطاه صافي كنتي مع مال دابا يشبه يوقع ليها. تقول لي كي راني كنت مع داك السيد صافي. شحال في عمر نهيله دابا تقريبا؟ حيت من البارح ما بغاش تقول لي. نهيله عندها شي 18 عام دابا ولا 19. اذا كانت معاه قبل ما دير 18 عام. كانت معاه باقي الله عندها 16 عام. اذا كانت قاصر. كانت قاصر. ومن تغتصبت تغتصبت قاصر. عام ونص بالشراك لقيتو الشكايه امتى؟ كانت عند البوليس عند الضابط القضائيه. وانا مشيت نعير الشرطه. انا ما عيرتش الشرطه نهائيا، ما عيرتش المخزن ديال اسفي، انا عيرت شي وحدين. كاينين شي وحدين ما تيديروش خدمتهم، وكاينين تحيه لدوك الناس اللي تيديروا خدمتهم. سمعتيني؟ تحيه للناس اللي تيديروا خدمتهم، وهذوك الناس اللي ما تيديروش خدمتهم راه الله ياخذ فيهم الحق، لحيتاش انت ما حاطينك في داك البوست تتقد بيه. لا اله الا الله، لا اله الا الله.